شاء الله هنعمل مع بعض لقمة القاجي أو الزلابية على الطريقة التركي بطريقة سهلة جدا، خليكم معايا عشان تشوفوها للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض لقمة القاجي أو الزلابية على الطريقة التركي. المقادير أنا مغيرة فيها شوية عشان تبقى الوصفة بتاعتنا اقتصادية أكتر، مش حاطة فيها ولا لبن حليب ولا زبدة، مستبدلة اللبن الحليب بالمية الدافية والزبدة بالزيت. المقادير اللي معانا 2 ونص دقيق، عليهم رشة ملح، نص معلقة صغيرة ملح، وكوباية مية دافية، معلقة خميرة بيرة صغيرة أو معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة سكر، نص معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقتين كبار زيت. أول حاجة هحط نص معلقة البيكنج باودر على الدقيق بتاعي النواشف على بعض، وهقلب، وهحط معلقة الخميرة البيرة الصغيرة ومعلقة السكر في المية الدافية، وهقلبهم كويس واسيبهم يتفاعلوا. دوبت الخميرة بتاعتي كويس في المية الدافية، لازم تكون مية دافية مش سخنة عشان الخميرة ما تموتش. هعجن، بسم الله، مش هنزل بالمية كلها على الدقيق، هنزل بمعلقتين كبار زيت واكمل عجن. بس كده هنزل بباقي المية. هعجن كويس. خدت كوباية المية الدافية كلها، 2 ونص دقيق خدوا كوباية المية الدافية كلها، ما قللناش ميه. لميت العجينه بتاعتي، هعجنها كويس حوالي 5 دقائق كده او 10 دقائق لحد ما تبقى ناعمه في ايدي. عجنت العجينه بتاعتي كويس لمده 10 دقائق لحد ما بقت طريه وناعمه زي ما انتم شايفين كده. هغطيها بكيس واسيبها في مكان دافي تخمر لمده ساعتين، وبعدين هوريكم هنعمل ايه. العجينه بتاعتي بعد ما عدى عليها ساعتين خمرت زي ما انتم شايفين، هطلع الهوا منها، هبطها بإيدي. هرش شوية دقيق وهنزلها على الدقيق. هلفها زي الرول كده زي ما انتم شايفين. وهقطعها قطع متساوية. اهو كده بالشكل ده. القطع كلها تبقى قد بعض. هكورهم اهو. قطع قطع هكورها كده. وهجيب عصيان الشيش طاووق، انا قصاهم على قد الطاسه اللي هقلي فيها، وهحطهم كده بالشكل ده.
اهو بلمها زي البقجة وبعدين بكورها. عايزين تصغروا تكبروا بقى براحتكم. انا هخلص الكمية اللي معايا وهقول لكم هعمل ايه. خلاص انا خلصت الكمية اللي معايا كلها، حطيتها في عصيان الشيش طاووق زي ما انتم شايفين. هغطيها واسيبها 10 دقائق ترتاح قبل ما اقليها في الزيت. غطيها بأي فوطة، هسيبها 10 دقايق وبعدين اقليها في زيت سخن. بعد ما عدى 10 دقايق على لقمة القاضي بتاعتي، سبتها ارتاحت، بسخن الزيت وهنزل على طول بلقمة القاضي في الزيت السخن. لازم زيت غزير سخن. نسمي كده ونبدأ. بسم الله. اول ما تاخد اللون الذهبي، انا طبعا هقلبها على كل ناحية يعني عشان تاخد اللون الذهبي من جميع النواحي. اول ما تاخد اللون الذهبي اطلعها على طول على ورق كلينكس، ورق مطبخ. بصوا لقمة القاضي سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة وبتاخد لون بسرعة. انا بقلبها على جميع الجوانب، هتقل عليها بس شوية واخلصها وهوريها لكم. لقمة القاضي بتاعتي بعد ما قليتها، بصوا شكلها جميل ازاي وطعمها تحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. دلوقتي هنرش عليها رشة سكر باودر، لو عايزين تحطوا عليها عسل براحتكم، بس هي الطريقة الاصلية بتاعتها بالسكر الباودر. وهي سخنة كده عشان السكر يمسك فيها. لو عجبتكم طريقة عمل لقمة القاضي على الطريقة التركي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.